مكننا من تحقيق ميزان تجاري فائض، ميزان تجاري يقدر بأكثر من مليار دولار، مليار واربعين مليون دولار، وتمكننا من تحقيق يعني تصدير خارج المحروقات بنسبة 4.5 مليار دولار في 30 نوفمبر. هذا كان حلم بالنسبة لنا، الناس قالوا ما راح يتحققوا، تبقى في الديفيسيت، تبقى في العجز. أنا الحمد لله حققنا هذا الأرقام هذه، ونتمنى هذا بفضل مجهودات الخيرين من الإطارات ومجهودات المتعاملين الاقتصاديين اللي نهجوا معنا هذا النهج هذايا بالنسبة لسياسة التصدير، سياسة كما قلوا التنافسية على مستوى الأسواق الخارجية، وكذلك التحكم في الواردات بصفة عقلانية. يعني السوق الوطنية الحمد لله يعني ممولة بصفة عقلانية، يعني حاجة ما يتخص، ولكن قدرنا نحقق هذه الأرقام هذه بفضل التوجيهات الرشيدة للسيد رئيس الجمهورية وبفضل التكاتف جهود الكل، خاصة المتعاملين الاقتصاديين اللي يعني طلبوا منا برك نفتحوا لهم هذه الأسواق عن طريق هذه الأقطاب اللوجستيكية اللي انتم رايحين تحطوها إن شاء الله، ونطلبوا منكم الإسراع في إكمال كل هذه الأقطاب اللوجستيكية إن شاء الله.